هاي 20 ذهبة إلي وهي 20 ذهبة لأبو حجر وهي 10 ذهبات لأبو شراب والفراطات بنخليهم للمشروب وخلافه. وليش بس 10 ذهبات لإلي؟ تحسين هيك الاسم مزبوطة. شلون يعني مزبوطة؟ ما فهمت عليك. لأنه نحن اللي نزلنا على بيت أبو نجيب، نحن اللي سرقنا الذهبات وانت ما استجيت تنزل معنا، ولا نسيت؟ اي بس انا اللي قلت لكم انه ابو نجيب عنده ذهب ودليتكم على بيته وما فتت معكم، لانه اذا لمحني رح ننكشف كلياتنا. ولا تنسوا انه جرحي لساته تازة وعم بينزف. تحسين هذا مالك والله بدالك. عجبك عجبك، ما عجبك قوم اضرب راسك بالحيط. صب صب ابو لك ابو ايش؟ والله نسيت اسمه. صحيح ابو طاي، ابو شو انت؟ ايه هلا اتذكرت، انت ابوك ابو شرار. ايه ابو شرار، صب ابو شرار. تكرم عينك ابو باي، مقبوله منك. شرف ابو باي، شرف ابو حجر. احلى ابو ضايات. صحتك ابو حجر. صحتك ابو علوش. صحتك ابو حجر. عم تضحكوا علي يا كلاب، تعطوني 10 ذهبات وفوق هيك عم تتمسخروا علي؟ لك انا مشرار ولك. الله يسلمه ابن اختك ابو سعد البيطار، بيشتغل هو وابني بخان واحد، ومن كتر ما حكى له على اخلاقكم وتربايتكم حبكم بدون ما يعرفكم. يا الله يخلي لي اياكم، اهلا وسهلا فيكم، حلت علينا البركات، الفضل منكم يا ام نصري. الله يزيد فضلك الهي ويبارك فيكي. شو وين العروس؟ ما لهون ولا ما بدينا نشوفها؟ يوه شلون ما بدي اياكم تشوفوها؟ هلا بتجي، عم تلبس ثيابها. يا مو فردوس. ايه يا مو. جيب القهوه وتعي. يلا جاي. لأقوم شوفها يمكن مستحية. تفضلي إذنك معك. كل الصبايا بصير معهم هيك. أي والله. والله يا بنتي يا جماعة باينين أوادم وولاد حلال. بس إن شاء الله تكون البنت حلوة ومرتبة وما تكون قصيرة ونحيفة مثل أمها. لك لا، ما سمعتي صوتها ما أحلى وهي عم تحكي. إلهي يا ابني يفرح قلبك ويوفقك مع هالبنت الحلال. شفتي لبنتي قديش دورنا له على عروس؟ قديش كتير. بعدين القسمة والنصيب جابتنا لهالبيت بحيسرقها. إن شاء الله يكون صبر ونال. آمين يا رب العالمين. يلا يا عمو يلا. يا ميت أهلا وسهلا، شرفتوا. الله يحفظك إلهي. حصلت لنا البركة. يلا يبارك فيك يا محمد. تفضلي مرت عمي. الله يزيد فضلك. مرت عمي تفضلي. يسلم. الله يسلمك. يلا جاي. عن اذنكم لشوف ابو حمدو شو بدكم. يا روحي حبيبتي اذنك معي. وينك يا حرمان؟ نعم. قربي لشو؟ هاي جبت لك شحارتين كوسا ونصرات اللحمة، بدي اياكم تحفروهم وتلحقوهم على الغداء، وإذا ما بكفوا لجيب لكم كمان. لا ابن عمي بكفوا، وعنا شوية ست زبيب من بارك. شكلنا على المولى، السلام عليكم. الله معك، مع السلامة. لا تنسي. وحد الله أبو محمود، وحد الله. آخ يا ابني آخ، انكسر ظهري، يا ريت كان يومي قبل يومك. بسم الله ونعم الوكيل. مين كان في عند ابنك مبارح المسح حجي؟ رفيقه تحسين. معناتها جثة ابنك ورفيقه تحسين الله يرحمهم. شو بنا وتهام؟ على علمي انه صالحناكم وصفية القلوب
يعني طلعتكم امبارح من العزا لتواخذني ما كانت ظابطة منه. والله يا مختار بينتوا هالزلمة بعمره ما رح يصفى قلبه من ناحيتنا. الرجال امبارح ما غلط، انت وشاهر غلطتوا بطلعتكم. ابو وضاح، نحن طول عمرنا قلوبنا صافية اتجاههم، والدليل انه ابو فهد بيني وبينك الحكي بعت امه لعندهم منهم. وليه بعتها؟ مشان تطلب له من عندهم. ايه كتير منيح. لحد هون كتير منيح ابو وضاح، بس اللي سوا ابو خيره هو اللي مو منيح. ليش شو سوا؟ هلا عمرت عمي من عندهم. شو هالحكي؟ هلا هذا الشيء صار قبل ما تتصالحوا بالقهوه ولا بعد؟ لا سيدي بعد ما تصالحنا. لا اش كان هيك ما له حق ابدا. يا عين عليك مختار، هي بالنسبه لنا كبيره كبيره كثير يا ابو وضاح. يعني مرت عمي ابو شاهر اللي كان عقيد الحاره وحامي حماها تطلع مقلعه من بيته، عيب. لا ما له حق منه، انا اللي حكي معه. لا ابو وضاح لا، ما في لزوم، شيله من ذهنك، هو اصغر من هيك بكثير. شو لوين عبد الرحمن؟ اخذ طقسي ورجعوا. تقديني انا كمان سيني ورجعيني؟ لا. ليه؟ انت خليك عطشان. هون عليك اللي ضل عطشان؟ ايه مو انت هيك بدك؟ هلا انا هيك بدي لك نبوه؟ ايه طبعا انت هيك بدك، اصلا انت مو شاطر الا بالحكي. لا بحياة عينك لك نبوه حكي وفعل. ايه بكره بنشوف. هانت هانت ان شاء الله، اصبري علي شوي وما بتشوفي الا امي وابي جايينك فول التو. ليك نايف روح هلا، لان هلا اذا اخي نوري شافك والله بيعمل لي مشكله، اصلا انا مو ناقصه مشاكل. شو يعني انت لهين لك نبوه؟ ليك مين عم قالها؟ بس اذا هلا حدا شافنا وقال. طيب امك وابوك بالدوا؟ ايه بالبيت روح وانا هلا بخلص كل شيء. طيب يلا لك، بس لا تتعوقي. تفضلك يا شريف. يا عمي قد ايه كره البيت؟ شوف اخي هذا البيت كره الشهر نص ما جيبي، وفيك تدور كل بيوت حاره البحر، صدقني ما رح تلاقي ارخص من هيك. حاره البحر على عيني وراسي، خوض نص مجيدي وبرغوتين. لك كتر خيرك يا اخي، منين حضرتك بلا صغرى؟ انا من الغوطة عمي. هي الله محييك منين ما كنت، الاسم بالخير. انا اسمي الشيخ صالح. والله والسبعه نعام منك عمي. صحيح عمي في جامع قريب من هون؟ ايه والله في جامع قريب منا. الله يبشرك بالخير حاكم، انا من صغري ماني متعود صلي إلا بالجامع. يا شو في أحلى من هيك؟ يا الله يجزيك الخير. خير الله عمي خير الله. شو صليت العصر ابن عمي؟ ودعينا لكم. الله يتقبل منا ومنك صالح الأعمال. ابن عمي بيقولوا الدعاء بعد الصلاة مستجاب. الله بيعلم يا بديعة، الله بيعلم ما بصلي فرض إلا وبدعي لها. شو نايمة؟ ايه نايمة مسكينة، كل الليل ما نامت. خطية بلكي بترتاح لها شوي. بديعة؟ نعم ابن عمي. مين في عندك؟ عندي الداية ديبي. شو ضيفتيها؟ انت ما عليك ابن عمي، لا تشغل بالك. لك كيف ما بدي اشغل بالي؟ كيف؟ ليش ضل شي بهالبيت بيتاكل او بينشرب؟ كان عندي شقفة امر الدين من عند أم وضاح، حليتهم بشوية مي ومشي الحال. روحي يا بديعة، روحي الله يرضى عليكي ويبيض لك وشك مثل ما عم بيضي لي وشي. طيب البنات تغدوا وأكلوا شي؟ ايه عم يتغدوا. أهلا وسهلا فيكي ديبة. أهلين فيكي بديعة خانم. شو وينهم البنات؟ ليكم بليون هلأ بيجوا. الله يخلي لك ياكم ويعافي لك دلال ويطعمك أخ إلون. إلهي وإنت جاهي. ولا عمتي عليك لك أختي، شرب مي مي، شرب شرب. تيبيس والله ما بتتاكل. لك يا اختي نعمه بكره منقول يا ريت عنا شويه تيبيس ناكلها نشدد قلبنا فيها. كلي. اخ يا ديبي والله ما بطلب من الله غير انه يشفي لي دلال ويديم الصحه فوق راسنا.
اي والله يا ام محمد، الصحه اهم شيء. ما قلتي لي شلون ام تحسين؟ ما عم تعذبك؟ لا ايوه، شو تعذبني؟ الله يسامحك يا بديعة خانم، شو نسيتي انه انا ديبة؟ اي والله والله، هلا بتروحي لعندها بتلاقيها مثل البسة المقطوع ديلا، اذا بتطلع فيها تطليعة بخشبها بارضها. يا عليكي مأواكي، شلون قدرتي لها؟ بسيطة، بالعصاية. وحياتك بيقولوا العصاية من الجنة. والله مالي نفس اضحك، عم تضربيها لكان؟ ايه يعني لأدبها، لأنه اللي مثلها ما بيجوا غير بالضرب. ما قلتي لي شو في أخبار بالحارة؟ مين تجوز؟ مين خطب؟